نحتفل بعيد صفيك مرفرام السرياني كنارة الروح القدس وفخر الملافنة في الكنائس بفيض مراحمك وجعلته ينبوعا تجري منه تعاليم الإيمان وأضحى قدوة للمؤمنين يسلك درب الصلاة بأعمال البر ونرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وإلى روحك القدوس أشرب كل زبان والعلماء المين آمين. صلوا عليه. صلوا لأجلنا إخوتنا وأخواتنا.
برسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس بارخ مور. شبحول مرهون دشليحي وعليه الرحمة والعلمين. لأن الرب روح، وحيث يكون روح الرب فهناك الحرية تكون، ونحن جميعا بوجوه مسفرة آتي مجد الرب، فنتحول إلى تلك الصورة من مجد إلى مجد، وهذا من فضل الرب الذي هو روح. نمل هذه الخدمة التي نتمسك بها والتي صارت رحمة لنا، بل رذلنا الخفيات التي يستحى منها، فلا نغش بكلام الله، ولكننا بإظهار الحق نظهر أنفسنا لجميع ضمائر الناس أمام الله. وإن كان إنجيل محجوب عن الهالكين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم لأنهم لا يؤمنون، لئلا يشرق لهم الذي هو صورة الله، لأننا لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربنا. أما نحن أنفسنا فعبيد لكم، لأن الله الذي قال ليشرق النور من الظلمة قد أشرق في قلوبنا، لنستنير بمعرفة مجد الله ذلك المسيح بارخ مور. شد مران يشو امشيحو كورو زوثو محيونيثو بيوحانون شليحو مخرج حاي
سبن وخيد عيديد موديون ودمران والوان فوال ثلث حيال وثد باسر من ثلث قادشتو مريم أولين دين أخانو هوي أنا الكرمة الحق وأبي هو الكرام كل غصن وكل غصن يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر كثير أن أنقي لأجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وأنا فيكم لا يستطيع أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت بالكرمة كذلك أنتم إن لم أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان من يثبت فيا وأنا فيه فهذا لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا من لا يجن مثل الغصن فيجف فيجمعونه ويلقونه في النار ليحترق ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم فيكون لكم كلما أردتم أن تطلبوا بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير وتكونوا تلاميذي والسلام لجميعكم محبتي بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة إيانا في فرحة عيد مار أفرام. نحن نعلم كم هي هموم لبنان وأوجاع اللبنانيين في قلبكم. نطلب من الرب أن يبارك كل إكسيلانس ريفرانديسيم جوزيف سبيتري the nonce apostolique
Nous vous remercions pour votre présence. Et nous savons combien ce pape bien-aimé a la cause libanaise dans son cœur. سيادة رؤساء الأساقفة والأساقفة الجزيلين الاحترام، الآباء الخوارنة والكهنة والشمامسة والرهبان، إخوتي وأخواتي المباركون بالرب، نعلم كم هي محبتكم للكنيسة، فجئتم من سائر أشكر الذين ندعوهم وما زالوا نازحين من سوريا والعراق وهم يبقون دائما متعلقين بإيمانهم وبكنيستهم. اليوم إلى الثبات والاتحاد به كما تتحد الأغصان بالكرمة وتزهر ثمارا يانعة، هكذا نحن المحبة والفضيلة فنشع بنور المسيح والتلاميذ. اليوم نحتفل بكنيستنا السريانية وملفان البيعة الجامعة، وقد اعتدنا أن نجتمع معا في مثل هذا اليوم في السبت الأول من الصوم، نتغنى بسيرته مقتفين أثره ومستنيرين بما تركه لنا من تعاليم وقدوة يحترم. بالمناسبة نتوجه باسمنا وباسم إخوتنا الأحبار الأجلاء الذين يشاركوننا في القداس، كنيسة الانتشار ممثلة يوسف حبش وأنطوان نصيف، كنيسة العراق ممثلة بالمطران بطرس موشي، كنيسة الأرض المقدسة كنيستنا هنا في رعية سيدة البشارة ممثلة بالمطران شار النائب العام للأبرشية، كذلك المونسنيور القيم. شكرا لمشاركتكم إيانا في هذا الاحتفال الكنسي. مار أفرام كنارة الروح القدس، كوكب الكنيسة الرابع، حيث ولد في نصيبين وتتلمذ على يد أسقفها القديس يعقوب النصيبيني، مقتديا بزهده ورسمه شماسا أي خادما، ويقول التقليد إنه رافق مطرانه إلى مجمع نيقيا المسكوني الأول 325. مخزن الفضائل إن لم تكن الرهبانية لديه نسكا وصلاة وعبادة فقط إنجيلية كلاما وفكرا وعملا. رأينا مار أفرام الراهب المثال في التكرس والصوم والنسك والصلاة، يفيد المواهب الإلهية أمام المؤمنين. كان رائدا فألف جوقة تراتيل من الفتيات واقتدت به الكنيسة شرقا للمتعمق في الكتاب المقدس،
وقد أجبع أسفاره درسا وتفسيرا، حتى قيل إنه لو فقدت نسخ استطعنا جمعها ثانية من مؤلفاته وتفاسيره. هو ملفان البيعة الجامعة وعامودها، أغنى الكنيسة بكتاب أشعار، مداريش أي أناشيد ونصوص مكتوبة. ما زالت الكنائس السريانية ومختلف الكنائس شرقا وغربا ترنمها في صلواتها صباحا ومساء. وهو الشاعر الملهم المتيم بمديح العذراء مريم وعيدة عن الصليب المقدس وصلب إيمان الكنيسة وعقائدها، العاشق للغة السريانية، لغة الرب يسوع، ورسله، ولأهمية تعاليمه وتأثيرها في حياة الكنيسة والمؤمنين، أعلنه قداسة البابا بنديكتوس الخامس ملفانا للكنيسة الجامعة. وكنا نسعى أن نكرس تمثاله الذي وضع أمام جامعة اللاتيران في روما، ولكن أجلنا إلى هذا العام إن شاء الله في تشرين القادم. هو الشماس أي الخادم المكرس الذي على إثر الاضطهاد الذي حل بنصيبين وتهجير شعبها، فرافق المؤمنين من نصيبين إلى الرها وتفاني نصيبين، شارك في تأسيس مدرسة الرها كانت مقرا للعلوم والمعارف. وعندما حلت المجاعة في تلك رحم رفرام يطوف منازل الأغنياء ويحثهم على عمل الرحمة جامعا الصدقات موزعا إياها على الفقراء. فاعتنى أفرام بالمرضى حتى أصيب هو أيضا بالمرض، واحتمل آلامه صابرا إلى أن فاضت رائحة القداسة. إنه بحق شمس الكنائس السريانية اللامع الذي يضيء الدرب أمامها في كل جيل. بالعودة إلى إنجيل اليوم، يعلن الرب يسوع بكلام واضح: أنا الكرمة الحق وأنتم الأغصان. فنحن الذين آمنا به لا نستطيع أن نصنع الخير ونعيش بالفضيلة من دون الرب يسوع ومن دون الثبات به. كي نثمر ثمار فنكون تلاميذ حقيقيين له، هو معلمنا وفادينا. نعم، لقد ثبتنا بالرب إذ بالمعمودية أصبحنا هي أرستية، سر المحبة الإلهية، اتحدنا بالفادي الإلهي اتحادا نغذيه بتسليم ذواتنا له. لا نستطيع أن ننفصل عنه أبدا. يدعونا الرب يسوع كي نبقى أمناء لكلامه ونعمته، فنشهد له وفي مثلنا الصالح.
كان أباؤنا السريان ومارفران في طليعتهم روحانيين وواقعيين متبصرين، أدركوا أن المسيح فثبتوا بالرب وأضحوا قدوة لنا رغم كل التجارب والضيقات والاضطهادات التي تحل بنا، كي نبقى ثابتين بالرب يسوع نتبعه وعيوننا شاخصة إليه، فننال لنا وللآخرين نعم الخلاص له في وسط كنيسته وهي لن تتزعزع أبدا. سنبقى ثابتين في كنيستنا إن كنا في المشرق أو في كنيسة الانتشار الفاعلة وروح الإرسالية، لا سيما ونحن نعيش هذه المسيرة السينودوسية مع إخوتنا المؤمنين في الكنيسة الجامعة الروماني الذي سيعقد في عام 2023 برئاسة قداسة البابا فرانسيس. نحن في لبنان سنبقى خلف المسؤولون السياسيون فيه عن أداء واجباتهم الوطنية بخدمة نزيهة لشعبنا الجريح المتألم. للخوف واليأس من المستقبل، ولم يجد الكثيرون سوى الهجرة سبيلا لهم، ويا للأسف لا سيما المنتجة. لابد أن نذكر بأهمية متابعة التحقيق بشفافية في قضية تفجير مرفأ بيروت الإيراني، وفي وجوب قيام الحكومة بالإصلاحات الضرورية كي تنهض بالبلاد من قعر الهاوية التي نتخبط. المسؤولين عن سرقة ودائع الناس في المصارف ومحاسبتهم، وفي التأكد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الدستورية، وفي التجديد ختاما على مشاركة جميع المواطنين في الاستحقاق الانتخابي كي بالعدل والحق وتعيد البلد إلى سابق عهده من التقدم والازدهار. نسأل الله أن ينير قلوبنا وفي الشرق والعالم، فيعملوا على تحقيق خير أوطانهم والعيش الكريم للمواطنين. نضرع إليه تعالى وهو في كل مكان، فتنتهي الحروب والفتن وتزول الأحقاد والضغائن ويحل الأمان وتسود المحبة والإلفة الحرب والعنف في أوكرانيا وعودة السلام إلى هذا البلد وجيرانه. وخير ما ننهي به يامر مار أفرام عن الصوم، ساجي رحيم صومو ودوم هاو بوحار خول مو دشكي حين بي وحوبو سيد موران اوف سيد خول برنوش. كم الصوم محبب ومقبول لدى فاحص الكل، اي الله والمعنى محبة للرب ولكل إنسان. آمين.
المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تشبح توديتو وهدرو قلوصر ومرو مطلبو تيل امينو ايت وابخل زبان نشتودنا مانح العطايا الروحية لبني البشر التائقين اليه، يا من زين مار افراهام بالنعم والمواهب وسكب عليه روحه القدس وإيمانا راسخا وأنعم عليه من فيض العلم الإلهي فيضا وجعله منارة لنا بالفضيلة ليصبح بتعاليمه القويمة وبأناشيده العذبة فخر الملافنة السرية ليسوع الرب مخلصنا كل الإكرام والمجد علم علمي. آمين. أمام الرب الرحيم الغافر وأمام هذه التقدمة الرهيبة والمقدسة يضع فلنصلي كلنا طالبين الرحمة والرأفة من الرب. ارحمنا ساعدنا. بارك نور أيها المسيح الرب إلهنا يا من انتقل بالمحاسن ملفان الكنيسة الجامعة ابن نصيبين وشماس الرها حداثته من الوثنية إلى الإيمان الحقيقي أن يقذهننا وعطق لساننا لنروي العلم والفضيلة تتلمذ هذا الشماس مثالنا بالتواضع يعقوب النصيبين مكرسا حياته للصلاة والتأمل بأسفار الكتاب المقدس الروحية والعلمية التي حباه الله بها فحلق بشعره متعمقا بأسرار الإيمان صفاء أناشيده الروحية وتفرد ببساطة تعابيره وشروحاته الكتابية فأغنى البيعة المقدسة بمؤلفاته وهدى ربوات مؤلفة من المتعطشين لمحبته تعالى من المكرسين للصلاة والعمل أولئك الساعين لتقديس نفوسهم وبنيان كنيسة المسيح لقب بروح القدس وشمس السريان أفرام أضحى الخمر الجديدة
الذي تفجر من جنب فادينا المصلوب وفاحت رائحته يروى العطش الروحي في كنائس المعمورة بأسرها. نكرم اليوم ذكراك أضحى منهلا صافيا منك، نبعت الميامر والمداريش والطلبات والابتهالات ظهرت بالعالم مثيل أيقونة رائعة الجمال، تجذب المؤمنين للتأمل في سمو بار الخلاص. أيها المولّه بمديح مريم العذراء والدة الذي كشف لنا بشعريته المبدعة ما عجز الحكماء عن شرح سر التجسد في أحشاء الأبات عجبا. والآن يا يسوع معلمنا الإلهي على عطر هذا البخور الذي قدمنا أمامك في عيد أن تمنحنا قداسة وحكمة لندرك سر تدبيرك الخلاص من أجلنا، وأن تهبنا فيضا من أرحم موتانا الراقدين على رجائك والمتكلين على مراحمك، ونشكرك مع بيك المبارك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. شلوم الخلخود والروح من العقاب الحسين حوب شبقون تحته العلم والبيت قديش أبو قديشو قديش برو قديشو قديش روحو نؤمن بإله واحد. آمين. ضابط الكل هذا السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع روحي من الآن قبل كل دهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في جوهره الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار أهل باقصة فلما ومات وقبر وقام في يوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب يا أول أمان الذي نافنا
الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسمية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتلجا قيامة معنا إخوتنا وأخواتنا ليقبل الرب قرباننا. الكهنة دولين غو مدباح قدس مركون أسيري ديكون داك أولي بيكون مدبون أيها الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان المذبح الروحي الذي فوق السماء. تجاوز واعفو واصفح اللهم عن خطايانا وأثامنا ومعاصينا وعن خطايا وأثام ومعاصينا تضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لأبائنا وأمهاتنا وأخواننا وجميع الموتى المؤمنين الذين الرحيم القدوس يا من أعطانا مائدة مقدسة وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح اقبل بعين الرضا تقديمة هذه الذبيحة غير الدموية. امنحنا يا رب موهبة روحك القدوس أهلنا لندنو مقلح أنعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القديسين حتى إنما تبادلنا السلام بقبلة مقدسة نؤدي الحمد لنعمتك القادرة وروحك القدوس الصالح والمحيي والمسجود له والمساوي لك في الجوار وشوب خنزبان والعلماء العلمين أخي يباركك
المغمور، فليكن يا رب سلامك وأمنك وحبك ونعمتك وحنانك الإلهي لهم. نرفع إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. ملك الملوك ورب الأرباب، ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على عبيدك هؤلاء المنحنين أمام عظمة جلالك الرهيب المفتدات بدم ابنك الوحيد الطاهر. احفظها واصفح عنها وقدسها، واجعل نتلال على محياها رسمك الحي، فيعرف العدو فنرفع عليك الحمد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. حسنا يا إخوتي بخوف وورع وطهر وقدام صادق، ولتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة التي يقرب أبونا الطباوي عنا لله الآب رب الريحة حية. رحمة وسلاما ذبيحة وشكرا. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وحلوله معكم ومع روحك، لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا هاليا عند الرب إلهنا، لنشكر الرب بمخافة إنه لواجب ولائق أن نشهد لك ونمجدك يا من حقا أنت والله الأب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدس بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا تفاقمتنا ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى صعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت التي ولروحك القدوس هذه كلها يا من يقف أمامه في صوف الكروب من كثير العيون والسرفيم المسدس والأجنحة وهم يشيدون نشيد الظفر لا تهدأ مع ساجن السماوية صارخين هاتفين وقائلين Oh, no.
أيها الإله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس، قدوس وكلي القداسة أنت ومجدك عظيم جدا، إنك هكذا أحببت لأجله لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أوت قد إيثو خلوم دبرونوثو دحل مشتم وحلف حايد علمو فرقونو نساب لحمو علي ذا قد شوثو قد شار تشمايو أودي واقصو ويا بالتلميذة وشلي حكاد النار ساب أخو المني غنو يرودي أو دحلو فيكون وحلو بسجية متقصي ومتيب شفقون وضحطوه العلماء المين أخوات وخاصوا من بطر دحشم كروا من مايو أودي وباريخ وقادش قاد طعم مني يا بالتلميذة وشي حكا شربتم هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا، أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات يمين عظمتنا ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برافة كل إنسان حسب أعماله لتبهجها معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلة ارحمنا مرتبط الكل. ونحن أيضا يا رب إذ نقتبل نعمتك نشكرك عن الكل إياك نسبح إياك نبارك لك نسجد أيها الرب الإله نشفق يا صالح وارحمنا. أنا لبينو في نان غدومي شدار روحو قديشو علينا
وتعال. ويا بلدي يا أحبائي يا الروح القدوس ينحدر رفيفا على استجبني يا رب أشفق يا صالح وارحمنا. وتحاومان لحمه هنا وبغرم يقرض مران يشوع مسيحه. صانع ودموع ديلد مران يشوع مسيحه. تناولها حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرا أمام ولا يبيدن أحد من شعبك يا رب، لكن أهلنا إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بلا عناء أيام حياتنا كلها لنتنعم والمحيي. Shibuka roho,
والدة الله مريم الغضراء القديسة الدائمة البتولية والرسل اللاهين والأنبياء القديسين والشهداء الطافين لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير وننال الرحمة في العالمين كي يسبح بهذا كما في كل أمر ويمدح كثيرا اسمك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين إيكا نوريكا ومخلصنا يسوع المسيح معكم إخوتنا وأخواتنا إلى الأبد. أيها الإله الحي والرب الكريم، إياك نستودع أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح. علينا وعلى شعبك المؤمن الماسل أمامك بغزارة حنانك، وأهلنا لندعوك أيها الآب القدوس بشهادة ضمير Amen.
الأجل يا رب لا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير ومن كل من يحاكي لأن تسبيحة ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. بارك يا رب المنحنين بأنفسهم وأجسادهم أمام حنانك قدسهم احرسهم ليرضوك أيام حياتهم كلها فنرفع نحن وهم إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وإلى روحك القدوس وشعب قلسبان والأولى طيبوثو رحمد اتليثو يوثو قادشتو لبريتو اثيويتو وامثمويتو شويات بوس آمين دحلتو برتيتو نحوك حسموريو جل قديش ولا تخايو مثيا بي القدوس الطاهر يا رب وعد وقال كل من يأكل جسدي بي يثبت في وأنا فيه وأنا أقيم في اليوم الأخير أهلنا الآن لنتناولك قربانا إلهيا والصفح عن الآثام يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد آمين ألف دولا كتحاين
من مذبحك المبررين حليل خلاصنا ويأتي لأجل انبعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. آمين. ابسط يا الجمع الساجد لك القابل جسدك المقدس ودمك الكريم غفرانا للذنوب وصفحا عن السيئات وإسفارا للوجه أمامك إلى الأبد. آمين. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حاملي هذه الأقداس على كل من تعب واشترك فيها رحمة الثالوث القدوس في العالمين إلى الأبد. Show.
المجد لك، المجد لك ربنا وإلهنا، المجد لك يا ربنا يسوع المسيح. لا يكن جلالنا ودمك المبرر الذي شربنا لنا للدينونة بل لحياة الأبد وخلاصنا جميعا فارحمنا. نشكرك يا ربنا وإلهنا شكرا وافرا ونكر بجميلك. نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك أهلتنا
على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة. فاجعلنا إذا أهلا لقبولها حتى إذا ما قبلناها بقداسة ضمير طاهر الأيام كلها نتقول صنع ما يرضيك. نرفع لك القدوس وشفق الإسبان والعلم والمين. آمين. سلام الخلخون أمامك يا ربنا وإلهنا. بارخ مور أيها الرب يسوع يا من تنازل برأفتي وفرة نعمته وحنانه ومنحنا شركة أسراره المقدسة. احفظ واختم الساجدين لك بيمينك الظافرة فنحفظ بلا ضرر بقداسة. واجعلنا لنعود إلى الخطيئة فنتقوى بك ونرفع إليك الحمد وإلى أبيك ورويك القدوس هوشو وبخو الإسبان والعلم علمين. نشكر صاحب الغبطة لهالقداس وبركته لهالأبرشية. وبعد ما والأباء بيقدموا تهانيهم لصاحب الغبطة إذا بتريدوا منجي كلنا مالة اليمين عن طريق المشالحة ناخد البركة من صاحب الغبطة وإن شاء الله بينعاد على الجميع وكل اللي اسمه. أنا بسلام الرب وفرحي ونحن نستودعكم نعمة الثالوث الأقدس مع الزاد والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر. البعيدين والقريبين الغالب والموسومين بوسم العماد المقدس ليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم وليصفى عن زلاتكم ليشفي مرضاكم وليرح نفوس موتاكم وليرى. امضوا فرحين بالرب يسوع وصلوا لأجلنا. أبون دبش مايو نفقدش الشموخ تيجي